النهارده هنتكلم عن شابتر 2 في الديجيتال ايمج بروسيسنج. والشابتر 2 التايتل بتاعه ديجيتال ايمج فاندامنتالز. هنتكلم عن حاجات اساسيه او بيزك كونسبتس خاصه بالتعامل مع الايمج، هنحتاجها في الشابتر اللي جاي. طيب طبعا ايه هي الهيومن فيجن سيستم؟ ده اللي هو الجهاز النظام البصري الخاص بالإنسان، يعني الإنسان بيشوف إزاي. طبعا إحنا قلنا طبعا قبل كده إن لو أنا جالي لو جالي لو كان في illumination system سقط على الأوبجكت، الأوبجكت في ضوء منعكس هيجي على الفيجوال سيستم أو recording system زي الكاميرا أو العين، هيبدأ تتكون الرؤية. بتكون ازاي الرؤية؟ طبعا هي تفاصيل كتيرة الناس اللي هي في طب أكتر هي اللي تفهمها، ولكن هي الفكرة إن الأوبجكت بيسقط على العين، على الريتنا بتاع العين. الريتنا بتاع العين بتبدأ طبعا تكريت أوبجكت من الشق أوبجكت لل تكريت شيب للأوبجكت اللي هي شافته. وطبعا الاوبجكت ده بيكون كالمعتاد او زي ما احنا عارفينه بيكون اصلا بشكل مقلوب، ولكن هو بيبقى بعد كده بيدخل العين في جهة اخرى، بيتم ايه ان الصورة في الاخر تطلع تبقى بالشكل اللي احنا بنشوفه، ان انا اشوف الشخص مش بالمقلوب، صورة ستريت عادي زي ما انا شايفه زي ما هي كرييتد. طيب واحدة من الفيجوال سيستمز التانيين اللي هي الكاميرا، والكاميرا طبعا بيبقى فيها لينسز او عدسات زي الريتنا بتاعت العين بالظبط، بتحس ان هي تحاكي ازاي العين بتلقط الكاميرا او بتلقط الاوبجكت، وبالتالي الكاميرا تقدر تلقط هي كمان. طيب العين او الفيجوال سيستم بتاع الانسان ليه شوية كاركترستيك المفروض إن إحنا عايزين نعرفها، بحيث إن إحنا نبقى فاهمين أكتر الفيجوال سيستم ده إيه الكاركترستيك بتاعته يعني. طيب واحدة من الكاركترستيك الأساسية ليه أو المشهورة ليه اللي سيمولتينيس كونتراست، هو إن أنت لو عندك مثلا سكوير بالمنظر ده وفي سكوير صغير جوه، وكذلك نفس الايه الدنيا هنا عند سكوير كبير وجوه سكوير صغير وهكذا. لو تلاحظ هتلاقي ان يعني اول في اول لاول وهله هتلاقي ان انت شايف السكوير اللي في النص ده مور برايت عن يعني برايت جدا عن ده وعن ده، تمام؟ في حين ان حرفيا لو احنا حسبناها بالماس هنلاقي ان البيكسل فاليوز دي لو فرضنا مثلا انها 50 او قيمتها 100، هتلاقي دي برضو قيمتها 100 ودي قيمتها 100، وهي الفكره. ولكن الانسان او العين يعني بتاع الانسان ليها بيهيفير، وهي ان هي لو عندك يعني حاجه بخلفيه معينه او بلون معين وجات حاجه واحده بس في النص كده كانت مختلفه عنه تماما، ببدا ان انا اشوف ايه الاوبجكت ده مور برايت، يعني مقارنة بده اسود قوي بالنسبة لده، فده هيبقى بالنسبة لي منور. لو جيت قللت الإضاءة بتاع ده أو قللت الفاليو بتاع ده وبقت قريبة من ده، هيبقى ده بالنسبة لي عادي، يعني مش منور قوي زي ده. وكذلك برضو لو خليت ده لونه أبيض، ده هيبقى بالنسبة لي هو اللي أسود. فدي سلوك خاص بالعين اسمه simultaneous contrast. زي مثلا لو أنا مثلا أكون موجودة في لو أنت مثلا لو انت يعني لو انت في حاجه لابسها لونها ابيض وكان موجود في بقعه سوداء، هتتشاف جدا هتتشاف جدا. لكن لو انت لابس حاجه سوداء والبقعه دي برضو موجوده اللي هي لونها اسود، ممكن ما تشوفهاش، ولو حتى البقعه كانت مقارنه بالاسود باهته شويه مش هتشوفها. فهي الفكره كلها ان كل ما كان الفرق بين الحاجه الكليه والحاجه الجزئيه في فرق جامد او شاسع في الكونتراست او في البيكسل فاليو، هيبان هما الاثنين بالنسبه لبعض، تمام. حاجه تانية اللي هي الاوبتيكال ايلوجنز. الاوبتيكال ايلوجنز دي هو ان الاوبجكت او العين تقدر ان هي تكريت نون اكزيستنج اوبجكتس من الحاجه اللي هي شايفاها. يعني انا مثلا عندي في الايمج دي هيبقى عندي لو تلاحظوا ان في هنا ايه او انت قدرت تكريت ايه سكوير من الاوبجكت ده، وير ان السكوير ده اصلا الحدود بتاعته مش معموله او مش متحدده بالتفصيل، لكن العين تقدر تحدد ايه او تكريت نون اكزيستنج اوبجكتس لوحدها. كذلك هنا بالنسبه للاوبجكت ده هيبقى عندي برضو اوبجكت
اللي هي الدايرة، انت عملت كريشة للدايرة بنفسك في حين ان الدايرة اصلا مش موجودة. يعني انا مثلا عندي هنا المفروض عشان اقول ان ده مربع لازم يكون عندي حاجة زي كده، مربع ومثلا كلهم بيساوي بعض وفي كونتور كده عليه من الاول لاخر. لا انا قدرت اكونه من غير اي من غير ما الكونتور تبقى موجود، وكذلك الايه الدايرة اللي هنا. بالنسبة للتو للشكل ده، الاثنين دول طولهم بالسنتي واحد، طولهم بالسنتي واحد، ولكن عشان بس انا جيت هنا خليت النهايه بالمنظر ده فاداك ايحاء بان الشخص ان الحاجه دي اوبن فمفتوحه فاكبر، لكن هنا كلوز فتحس انها ضيقه، لكن هي هما الاثنين بالسنتي قد بعض. تمام؟ طيب فدي حاجه كده illusions، يعني وهم العين بتكونه، ده صغير وده كبير، ولكن هما الاثنين نفس الحاجه. طبعا ده برضو بالنسبه للحاجات دي انت ممكن لأول ما تشوف أول ما تشوف الحاجات دي تحس إن هي مش متوازية، يعني في كده حاجة غلط، ولكن أنت لو دققت فيها هتلاقيها فعلا عادية جدا، دي بيوازي ده، ده بيوازي ده. الفكرة كلها إن الخط ده مثلا مايل بالطريقة دي، الخط ده مايل بطريقة تانية، فبيديك إحساس إن إيه إن هما مش متوازيين، ولكن هما أصلا متوازيين. طيب اللي هي الاي فيلز نون اكزيستنج انفورميشن، بتقدر ان هي تكريت اوبجكتس من حاجات مش موجوده، وبترونجلي بيرسيف جيومتريكال بروبرتيز اوف اوبجكتس لوحدها، بتبدا تحس كده ان الاوبجكت ده صغير وده كبير، او دول مش متوازيين وهم اصلا متوازيين كده. طيب الايمج اكوزيشن، طبعا احنا قلنا ان الكي ستيجز للايمج بروسيسنج سيستم حاجات كتيره، من ضمنها الايمج اكوزيشن طبعا دي اتقالت في المحاضره اللي فاتت، اللي هو given the elimination source، بعد كده يبقى عندي scene element، بعد كده بيروح الضوء المنعكس بيروح ل imaging system، بيتكون عندي هنا في الآخر continuous image أو continuous representation of ال object اللي أنا حصل له elimination. طيب لو أنا عايزة أعمل representation لل image دي، يعني يعني أعمل image model، هتكون عبارة عن ايه الايمج دي؟ عبارة عن الالومينيشن مضروبة في الريفركشن. لو انا عملت اللي هو الالومينيشن مضروب في الانعكاس اللي حاصل، نسبة الانعكاس اللي حصل، لو طبعا عادة ما الالومينيشن بتبقى من زيرو لما لا نهاية، يعني ممكن الضوء اللي بيسقط على الاوبجكت يكون اي حدته او قوته كبيرة، ممكن تكون خافتة او الى ما لا نهاية عادي، الالومينيشن ما فيش ليميتيشن عليه، ولكن الريفلكشن بيبقى عبارة عن نسبة، نسبة من الأوبجكت من الإضاءة اللي دخل، فالنسبة دي بتكون من صفر لواحد، يعني مثلا 2 من 10، 3 من 10، 9 من 10، 9 من 10، دي 90% من الإيه؟ الإلومنيشن الموجود. فأنت بتضرب الرقم ده في 90% بيديك الأوبجكت ده، يعني الأوبجكت أو الإيمج اللي هتتكون تبقى عبارة عن ضرب الاثنين دول في بعض. تمام؟ ده طبعا توصيف يعني سهل، أسمبل إيمج موديل للإيمج بتتكون إزاي. طيب ايه الفرق بين الايمج سامبلينج والايمج كوانتايزيشن؟ الطبيعي ان الايمج في الريال لايف او في الريال تايم بتبقى موجوده كونتينوس بالمنظر ده، بنسمي دي كونتينوس. تمام؟ ولكن عشان انا بتعامل مع الكمبيوتر، فالكمبيوتر ما عندوش كلمه كونتينوس دي، معناها ان انا لو ده الاكس بتاعي، لو مثلا ده الاكس وده الواي، فانا عندي ما بين، لو انا جيت مسكت النقطه مثلا دي واحد ونقطه اتنين، هتلاقي ان ما بين النقطه واحد والنقطه اتنين عدد لا نهائي من البيكسلز، عدد لا نهائي من البيكسلز، يعني في نقطه هنا ونقطه هنا وهنا 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 وهكذا، في نقط كتير. دي فكره الكونتينوس، ان انت عندك كونتينوس فاليوز او كونتينوس رينج اوف فاليوز. السامبلينج هو ان انا دلوقتي عايز احول الدنيا دي من هي كونتينوس لديسكريت، ديسكريت يعني انا مش هقدر اسيب العدد اللانهائي من الارقام دي على الكمبيوتر، لان الكمبيوتر في الاخر ايه؟ ميموري. يعني له سايز معين او له ميموري ايه؟ معينه. فانا محتاجه يعني اعمل سامبل، يعني اخد سامبل من الحاجات دي. مش هينفع اخد دي ودي 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 ودي، لا ممكن اخد دي واسيب مثلا 3 فاليوز او 4، واخد بعد كده فاليو تانيه، واسيب مثلا دول واخد مثلا فاليو تانيه.
يعني اخد حاجه زي كده، تمام، واقول مثلا اسيب برضو كذا خمس او ست فارز واخد حاجه، فانا في الاخر هقدر اربزنت النقطه دي اهي بس، والنقطه دي، النقطه دي، النقطه دي، خدت سامبل من الايه، من الامس. طبعا في حاجه اسمها سب سامبلينج، وفي داون سامبلينج واب سامبلينج، بس ايه اي هوب يعني تكون اتاخدت في كورس تاني. اب سامبلينج يعني ان انا ببقى عايزه السامبلز كتيره، والداون سامبلينج يبقى عندي سامبلز كتيره واخد منها عدد اقل. لو انا عندي عدد اقل وعايزه اكبر السامبل بعمل اب سامبلينج، يعني بكبر السامبلز. هنا مثلا ولنفرض ان عندي عدد لا نهائي، ولنفرض مثلا خليها نقول 1000 مثلا ولا حاجه، 1000 سامبل، من ال 1000 دول انا باخد منهم زي ما انتم شايفين كده الاربعه بس، بعمل داون سامبلينج. اوكي، لو حصل وكان عندي الصوره دي وعايزه اوصل للصوره دي بعمل اب سامبلينج، يعني اصلا عندي الانبوت عدد سامبلز قليلين، بعمل اب سامبلينج عشان اوصل لايه، للعدد الاكبر. تمام، دي فكره السامبلينج. ان انا بقى عايزه اوصل لديسكريت ريبريزنتيشن للكونتينوس اوبجكت. طيب الفرق بين السامبلينج والديجيتاليزيشن، الديجيتاليزيشن بقى هو ان يعني مثلا لو اتمنى طبعا الصوره تبقى هنا واضحه، ايوه زي كده، دي الديجيتاليزيشن، الصوره دي كده الديجيتاليزيشن. يعني ايه؟ يعني انت عندك خلاص عملت سامبلينج وعرفت ان انت عملت سامبلينج هنا، وعرفت ان انا مش هاخد عدد لا نهائي من الفاليوز، انا هاخد بس الفاليوز دي والفاليوز دي مثلا والفاليوز دي، وهوصل ما بينهم بايه؟ بخط، والفاليو دي والفاليو دي والفاليو دي، وهوصل ما بينهم بخط. تمام، الديجيتاليزيشن هو ان انا مش هينفع ما بين البكسل والتانية يبقى عندي حاجة زي كده، مش ده مش ده مش مقبول كده، شيء مش هينفع يبقى عندي حاجة زي كده، مش هينفع يبقى عندي رينج، حتى مش هينفع يبقى عندي رينج اصلا. هيبقى الدنيا كده، يا البكسل دي البكسل دي موجودة فيها 0 1، يعني 0 مثلا كلها، ودي مثلا مثلا 4 كلها بكسل فاليو، يعني مثلا دي 50 كلها، دي مثلا 60 كلها، او يعني ما فيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده، دي بالنسبة له إلى حد ما كونتينوس برضه، يعني في كونتينوس وفي ديسكريت وفي ديجيتال، دي ديجيتال خلاص، ديجيتال يعني 0 1، ما فيش حاجة اسمها فاليوز في أو رينج في النص. أوكي، فدي الديجيتال ديجيتال. اوكي، ال how to represent ال digital image، طبعا ب represent ال digital image ك matrix 2D، بحيث ان انا عندي في الاخر ال number of rows ونفرض n، وال number of columns m، يعني او ال width وال height كذا، يعني ده width وده height لل image الواحده، بس ال pixel value اللي في الاول بتبدا من هنا. طبعا الطبيعي لو انا عندي x axis، لو انا عندي اكس اكسس، الاكس اكسس بيبقى كده، تمام، وببدا هنا، دي نقطه الاوريجين اللي هي 0 0، وببدا بقى اكمل ماشي، يعني مثلا هنا 1، هنا 2، هنا 3، 1 2 3، واجي عند النقطه دي يبقى نقطه اسمها مثلا 2 و2، يبقى انا طول ما انا ماشيه كده بزيد، وطول ما انا ماشيه كده بزيد. لا، عندي في الايمج هنا بقى طول ما بعكس بقى، يعني الاكس زي ما هو عادي لما ماشي في الاتجاه اليمين كده عادي، زي ده بالظبط عادي، تمام، فكرة بس ان الواي بادئه من فوق خلاص، فالاوريجين موجوده هنا. يعني هتلاقي دايما لو انت شغال في اي ايمج وعايز تقول انا عايز اجيب البكسل اللي هي 0 0، هتلاقي بيجيب لك اللي فوق دي، لو عايز اجيب الرينج اللي هو مثلا في الاول 3 في 3، هتلاقيه جاب لك الحته دي، تمام، يعني ده اللي في الاول، تمام، ده how to represent the digital images. بعد كده في حاجة اسمها dynamic range وحاجة اسمها image contrast، برضو في فرق بين الاثنين، ال dynamic range وال image ال image contrast. ال image contrast هو انت مثلا امسكني region كده، امسكني region في ال image، من ال image، وجيب لي اعلى قيمة فيها ماشي، واقل قيمه فيها. اوكي، جيب لي اعلى قيمه واقل قيمه، اعلى قيمه انا هسميها ساتوريشن، واقل قيمه انا هسميها نويز، الاثنين دول اطرحهم لي من بعض. يعني لو جبت الديفرنس بتوين الانتنسيتي، بتوين الديفرنس بتوين الهايست واللوست انتنسيتي ليفل في الايمج، يبقى انا كده بجيب الايمج كونتراست، يعني الصوره منوره بنسبه قد ايه، يعني الفرق في الاضاءه بينهم قد ايه، تمام.
الديناميك رينج يعتبر هي ريشيو، يعني بتجيب انت الرقمين دول وتقسمهم على بعض، الريشيو بتوين الماكسيمم ميجرابل انتنسيتي ليفل والمينيمم ديتكتابل انتنسيتي ليفل. بنقسم الرقمين دول، يعني مثلا الايمج كونتراست عباره عن الساتوريشن، ساتوريشن ناقص النويز، لكن ده الكونتراست خلاص. لكن الديناميك رينج ده بيساوي الساتوريشن على النويز، ساتوريشن على النويز. وطبعا النويز والساتوريشن دول ايه، الساتوريشن هي اعلى قيمه في الانتنسيتي، ودي النويز اقل قيمه. مع الانتنسيتي دي يعني البكسل فاليو، فالبكسل لما تبقى موجوده كده ماشي. طبعا احنا مقسمينها انتو جريدز، دي اسمها بيكسل، النقطة دي يعني لو فعلا اكس واي مثلا 0 0 دي اسمها بيكسل. القيمة اللي جواها لو كانت 50 مثلا، النقطة دي ممكن تبقى سودا ممكن تبقى بيضاء، لو قيمتها 50 دي اسمها انتنسيتي فاليو. انتنسيتي فاليو الديفرنس بتوين انتنس الهايست اند لوست انتنسيتي ليفل، دي ده ساتوريشن والنويز. اوكي، ده معنى الديناميك رينج. تعتبر ميجرز بستخدمها عشان اقيس قد ايه الصورة بتاعتي منورة او مضيئة. طبعا ده بيفيد في حاجات يعني. طيب ما كان في حاجه اسمها سبيشال ريزوليوشن وحاجه اسمها انتنسيتي ريزوليوشن. هما الاثنين الى حد ما ليهم نفس الديفينيشن. الريزوليوشن عامه معناه قد ايه الصوره كلير، او قد ايه الصوره التفاصيل بتاعتها واضحه. يعني مثلا عندك الصوره دي انا مش عارفه افهم ان هي ورده، لكن كل ما مثلا الصوره دي يعتبر واضحه جدا، ده ريزوليوشن. فالريزوليوشن هو اللي بيميجر الديتيل في الايمج، ميجر اوف ذا سمولست ديتيل ان الايمج، ده معنى الريزوليوشن. بيتعمل بقى ازاي، او بحسب الريزولوشن ازاي، او بقول مثلا ايه الرقم ده وايه الرقم ده. يعني مثلا الصوره دي الريزولوشن بتاعها 1024، دي 64. فطبعا كل ما الريزولوشن القيمه بتاعته اللي بتبريزنت الريزولوشن عاليه، كل ما كان ايه الصوره التفاصيل بتاعتها احسن او اوضح. الرقم ده بيبريزنت انا كل بيكسل فاليو عندي انا بعمل لها ريبريزنتيشن في كام بت. يعني انا دلوقتي دلوقتي لو انا مسموح لي بس استخدم اونلي 1 بت، فانا ما عنديش قيم غير 0 و1. يعني عندي قيمتين اللي هو 2 اس 2 اس 1، تمام، عندي 2 اس 1 هيديني 2. اوكي، و2 دي معناها 0 و1، اللي هي دي اللي هي 0 و1. فانا بقول الريزولوشن بتاعي 2، ده ريزولوشن. اوكي، طيب افرض بقى ان انا قلت لك انا اقدر طبعا لما يكون عندي ايمج ما فيهاش غير 0 و1 بسمي الايمج دي ايه؟ باينري، ابيض واسود، باينري وخلاص. طيب لو حصل وحاولت بقى ازود النمبر اوف بيتس اللي انا بسيف الايمج بتاعت فيها، هيبقى عندي النمبر اوف بيتس عندي كام؟ 4، اللي هي 2 2 اس 2 خلاص. 2 اس 2 دي هيدينا 4، يبقى عندي ارقام اللي هي مثلا 0 و0 و0 و1 و1 و0 و1 و1. يعني مش لازم الباينري، يعني الباينري دي معناها ان انا سايبها في كام بيت، ولكن دي معناها ان انا ممكن يبقى عندي الايمج بتاعتي في ايمج كده، دي لو باينري معناها ان انا دايما هلاقي البيكسل فاليوز للايمج. لو فرضنا الايمج بتاعتي 3 ب 3، هيبقى عندي هنا 0 1 0 1، مفيش عندي ارقام غير 0 و1 تمام. لكن في لما يبقى عندي 2 بيتس او عندي 4 ليفلز، يبقى انا احتمال الاقي مثلا 0، ممكن الاقي 1، ممكن الاقي 2، ممكن الاقي 3. يبقى عندي 4 فاليوز، ممكن احط 0 هنا. الحاجات اللي بتكون الصوره 4 فاليوز، وبالتالي هيبقى عندي تفاصيل اكتر. لو حصل وزودت النمبر اوف بيتس اللي انا ممكن اعبر عن الايمج بيها، هيجي لي طبعا نمبر اوف ليفلز اكتر، وبالتالي هيبقى عندي تفاصيل اكتر. لو عندي 206 عندي 8 بيتس، ممكن يبقى عندي 256 ليفل، يبقى انا عندي الصوره بتاعتي اكبر قيمه ممكن تقابلني اللي هي مثلا 0، واقل قيمه ممكن تقابلني اللي هي 255. اوكي، ممكن الاقي هنا مثلا 255، يعني مقارنه بال0 و1 اكيد ال0 و1 يعني هيبان دلوقتي بقى في مثال ان ال0 و1 دي معناها صوره ابيض واسود. يعني فكره ان يبقى عندك اوبشن بس انك تحط البيكسل فاليو يا اما 0 او 1،
ده معناه ان مفيش تفاصيل كتير تقدر تعبر عنها، لكن لو زودت النمبر اوف بيتس هتقدر ايه تبين تفاصيل، وبالتالي ممكن يكون في اوبجكت او في حاجه في الصوره توضح اكتر، يعني انت اصلا قادر تعبر عن ان في اختلاف بين الريجن دي والريجن دي. طيب فلما اجي اقول ان الريزوليوشن بتاعت 256 ده معناه ان انا اقدر اسيف الايمج بتاعت دي، او كل بكسل فاليو بعملها ريبريزنتيشن بكام؟ في 8 بت. وهكذا، فكل ما النمبر اوف بيتس زادت كل ما الريزوليوشن عالي، كل ما الصوره تبقى مالها مور ديسكرينبل او مور كلير، او اقدر اشوف الديتيلز اللي فيها. دي ده كان مثال، لو كان عندي صفر وواحد يعني عندي اتنين جراي ليفل، يعني هي اسمها اتنين جراي ليفل ولكن هي في الاخر اسمها باينري. اللي هي عندي صفر وواحد بس، هنا عندي اربعة جراي ليفل. دي اربعة جراي ليفل او اتنين جراي ليفل، دي يعني النمبر اوف بيتس واحد. اوكي، هو بادئ كده اتنين اربعة ستة، انا عندي هنا 2 4 8 16 32 64 128 256 جري ليفلز اللي هي ايه 8 بت. اوكي طيب، بس طبعا ان انا كل ما ازود الليفل كل ما يبقى عندي، شايفين يعني مثلا انا عندي هنا يعني كان الحتة دي اسود او ابيض، هنا شايفين ممكن يظهر لي هنا اوبجكت وهنا اوبجكت وهنا اوبجكت، يعني ظهر لي ان في ريجنز مختلفة عن مش كلها اوبجكت واحد. هنا كده كان هنا موضح ان المنطقه دي كلها واحد، هنا لا موضح ان في حاجه في النص، في حاجه في النص اقدر اعبر عنها او اقول ان في حاجه تانية. هنا برضو كمان هنا ما كانش باين، لكن هنا باين، هنا هيكل عظم جوه، في جلد بره، في حاجه تانية مختلفه. تمام طيب، الحاجه التانية المهمه في الـ او بيزك كونسبت في البيكسل او في الايمج بروسيسنج هو النيبرز او الجيران للبيكسل. هو في العادي طبعا او دايما يفضل ان انا يعني لما اجي اتعامل مع صوره او اعمل اي ايمج بروسيسنج حتى لو كانت النويز بيكسل فاليو، ما بشيلش البيكسل لوحدها يعني، او ما بكررش ان هي نويز في الاخر لوحدها، لازم ببص على النيبرز بتوعها. تمام، وده طبعا حاجه احنا بنعملها كهيومن دايما بنعمل، يعني انا مثلا لو لقيت واحد ماشي مع ناس كلها مش شاطر يبقى هو اكيد مش شاطر، يعني ازاي هو هيبقى شاطر ويبقى احسن واحد فيهم وماشي معاهم عادي؟ اكيد طبعا هو مش هيمشي معاهم. فلو انا لقيت بيكسل كل البيكسلز اللي حواليها وحشين، فهي خلاص تبقى وحشه زيها، مفيش كلام خلاص. طيب لكن لو لقيت كل اللي حواليها زيها هتبقى هي برضو مش نويز، لكن لو هي حاجة موجودة في وسطهم وانت عمال تقول لي ان هي مختلفة عنهم، خلاص هتبقى نويز. المهم يعني في ممكن اقولها بطريقة تانية، وهي ان ما اقدرش اخد ديزيشن ان النقطة اللي قدامي دي بيكسل، البيكسل اللي قدامي دي نويز او لا، الا لما اكونسيدر النيبرز بتوعي. طبعا زي ما احنا بنتعامل مع احنا بنتعامل مع السيجنال بتاعتنا كده، بنتعامل مع السبيتش كده. يعني مثلا لو انا جيت اقول ستيتمنت السبيتش، يعني انا بكونسيدر الكونتكست بتاعي او سياق الكلام، يعني مثلا زي مثلا قلت مثلا مره ماي نيم از كذا، وجيت هنا قلت مثلا ايه ام مثلا ولنفرض منى مثلا او اي حاجه. فلو انا جيت قلت مثلا ماي نيم از ام، يعني هبدا بقى اكمل، فانت متخيل اكيد ان الام دي يعني لوحدك كده منك لنفسك هتقول ان اكيد اللي بعد كده ايه، اكيد اسم هيومن خلاص او نيم عامه، يعني اللي بعد كده ايه نيم صح. هل ينفع اقول لك مثلا اللي بعد كده اكيد دي اسم بلد؟ لا. فهي الفكره كلها ان انت احنا كهيومن بالنسبه للان ال بي او في الكلام دايما بنكونسيدر الكونتكست سياق الكلام، ما اقدرش اقول ان لو انا جيت مثلا عم بكتب كلام وجيت قلت لك ام وهكمل والتكمله دي مش واضحه، فانت ممكن تقول تجيب كل الكلمات اللي في الدنيا اللي بتبدا بحرف الام، لكن لو عملت كونسيدريشن للكونتكست اكيد هجيب الناس اللي بتبدا بحرف الام واسماء بس، يعني نيمز بس. فهي دي الفكره.
ان انا I cannot make a clear decision او accurate decision without considering the context. فبرضه هنا عندنا في الايمج مش هقدر امسك بيكسل معينه كده واقول ان البيكسل دي يعتبر نويز الا لما ابص على الجرام بتوعي. خلاص النقطه دي انا عايزه اقول ان هي نويز، لا لازم ابص على اللي حواليا، ابص على اليمين شمال فوق تحت، تمام؟ لازم اعمل كده واقارن نفسي بيهم، اقارن نفسي بيهم وادخلهم في فلتر او وات ايفر. خلاص فايه هي امثله النبرز اللي موجودين عندي؟ في اربع ثلاث انواع من النبرز، يا اما الهوريزونتال والفيرتيكال دايجونالز، سوري الهوريزونتال والفيرتيكال نيبرز. يعني مثلا يبقى عندي البكسل، ماشي، عندي بكسل زي كده وابدا اكونسيدر البكسلز دي. طبعا دي البكسل بتاعتي اللي انا بتكلم عليها اللي انا عايز اشوف اذا كانت هي نويز مثلا او لا، لازم ابص لايه؟ للنقطه دي، و سوري النقطة دي، النقطة دي، ودي، ودي. دول اللي اسمهم الهوريزونتال والفيرتيكال نيبرز. دول ده الهوريزونتال، اوكي، حاجات كده ماشية في الايه؟ الاكس اكسس، ودي حاجات ماشية في الواي اكسس، اوكي؟ طيب بريزنت البكسل دي ازاي؟ مثلا انا عندي النقطة دي اسمها اكس وواي، مثلا اسمها اكس وواي، يبقى اكيد اللي جنبها من اليمين مثلا اسمها ايه؟ اسمها اكس مثلا بلس 1 واي، ودي اسمها اكس ماينس 1 واي. فانت عندك اكس بلس 1 واي ودي اكس ماينس 1 واي، دي اللي هي الايه؟ الهوريزونتال. هتيجي على الفيرتيكال هتلاقي ان الصوره اللي تحت دي الواي ماينس 1، هنا الواي بلس 1 والاكس واحده لان ليهم نفس الايه؟ الاكس. فيبقى عندي اكس بلس 1 واكس ماينس 1، دي الفور نيبرز بتوعي. في طبعا نوع تاني من النيبرز وهي ال بنسميها الفور دايجونال نيبرز. لو انا مثلا عندي ريجون زي كده او عندي بيكسل فاليو زي كده، ممكن اكونسيدر مش البيكسل اللي هي هوريزونتال فيرتيكال، ممكن اكونسيدر الدايجونال. الدايجونال اللي هي دي عندي نقطة أساسية، فاكونسيدر البيكسل دي ودي ودي ودي، بحيث دي النقط اللي بتعمل دايجونال كده، دي النقط اللي بتعمل دايجونال كده، اوكي؟ طيب دايجونال هي حاجه اللي هي بتبقى في النص دي. ف بريبريزنت نقطه كل نقطه من دول ازاي؟ طبعا اكيد الاكس والواي هيتغيروا، فانت عندك اكس بلس 1 واي بلس 1، او اكس بلس 1 واي ماينس 1، واكس ماينس 1 واي بلس 1، او اكس ماينس 1 واي ماينس 1. يعني كل واحده من دول تجيب الاكس والواي بتوعها بالنسبه لان دي يعتبر اكس واكس واي اكس وور. طيب لو عملت كونسيدريشن، احنا بنريبريزنت الهوريزونتال والفيرتيكال نيبرز، بدل ما اقول الاربعه واكس وبلس مش عارف، بقول ان 4 بي. ان 4 بي يعني الاربعه بوينتس اللي هم نيبرز. طيب الاربعه بوينتس اللي هم دايجونال بسميها ان دي بي، الاربعه دايجونال بوينتس. لو عملت كونسيدريشن الاثنين دول مع بعض بكون لي ان ايه بي، ان هي النيبرز بتوعي، وهي بتكون الريجن اللي هي ايه؟ بتشمل كل الاربعه الاثنين. يعني عندي بيكسل زي كده باخد بقى الثمانيه اللي حواليه ان بي ان 8 بي، يعني باخد 1 2 3 4 5 6 7 8، باخد الثمانيه اللي حواليه، والثمانيه دول اللي هو الدياجونال والفيرتيكال والهوريزونتال، فهم اللي هم الاثنين دول، اوكي؟ دي كانت some basic معلومات عن الـ image processing. طيب برضو في معلومة تانية اللي هي region of interest. ايه هي region of interest؟ في بعض الأحيان لما باجي أشتغل وأعمل image processing ببقى مش دايما ببقى لازم أشتغل على الايمج كلها، أنا ببقى عندي region معينة هي اللي أنا interested بيها اللي أنا عايز أشتغل عليها، دي اسمها region of interest. ف region of interest هي عبارة عن region موجودة في الايمج I am more interested about this region، وبتيجي ال region دي نتيجة إن أنا بيكون عندي input image بالمنظر ده، بضرب ال أنا عايزة ال region دي، بجيب الايمج كلها واضربها في ماسك، هنا ده بنسمي ده ماسك او فلتر، تمام، وبضرب دي في دي بتديني دي، اوكي؟ بحيث طبعا انت معاك الماسك ده
طبعا خلينا نجلكت ان انا عندي ان انا اطبق الماسك هنا مرتين وان بطبقه هنا تاني، بس عشان بس نفهم خلينا نبص على الجزء اللي فوق ده وده وده. اوكي انا عندي هنا ايمج، داخل لي ايمج اصليه اهي عادي. انا انترستد بالريجون دي. اوكي فبروح عامله ماسك هنا. اوكي وبروح ضاربه الايمج دي كلها. طبعا انا قلنا طبعا هنطنش الجزء اللي تحت، هنضرب الايمج دي كلها في الايمج. خلينا بس اقولها بوضوح احسن، لو انا مثلا عندي حاجه زي كده اهي، وطبعا في اوبجكت هنا وفي اوبجكت هنا. اوكي وده الماسك بتاعي، في الحته دي مربعه بس كده، ده عباره عن ماسك. بضرب الايمج دي كلها، الايمج كلها بضربها في الماسك. بترجع لي بعد كده ايه ريجن اوف انترست، بتجي لي هنا بتكون عباره عن الجزء ده بس اللي هو ده. خلاص فبضرب يعني مثلا بقول ان القيمه دي ان البكسل فاليو دي تتضرب في زيرو تطلع لي زيرو، البكسل دي تتضرب في 1 تطلع لي الحاجه اللي هي كانت موجوده، يعني لو كانت زيرو تطلع زيرو، لو كانت 1 تطلع 1. اوكي فانا بضرب، فريجن اوف انترست كونسيست اوف مالتيبلاينج ا جيفن ايمج باي ا ماسك ذات هاز وانز ان ذا ان ذا ريجن اوف انترست اند زيروز ان ذا elsewhere. يعني انت بتحط واحد هنا وتحط زيرو هنا بلس، تبدا تضرب وتجمع. لو ضربت القيمه، ضربت اي قيمه في الايمج هنا ضربتها في الزيرو هيطلع لك زيرو. جيت عند الريجن دي وجيت عند الحته دي، لو جيت بقى عمال تضرب، جيت تضرب الحاجات دي ضربتها في الواحد هيطلع لك كل اللي كان موجود هنا. هو بقى زيرو هيطلع زيرو، هو 1 هيطلع 1، فيطلع لي نفس الايه البكسل او الريجن اللي انا عايزه. ده ريجن اوف انترست بنستعملها لما بنكون مور انترست اباوت سبيسيفيك ريجن ومش عايزين نطبق البروسيسنج على كل الايمج. طبعا دي كانت بعض الباك جراوند او البيزك انفورميشن اباوت اباوت بيزك كونسبتس اباوت الايمج بروسيسنج، هتفيدنا ان شاء الله في الشابترز الجايين. وبكده المحاضره دي تكون انتهت.